هذه العدالة التي تحدثنا عنها بين مختلف الفئات والطبقات والأفراد داخل المجتمع لا بد وأن يتبعها أيضا الاحترام المتبادل، لأنه عندما يكون هناك تعدد في المجتمع وفي الأسرة وفي العائلة لا بد وأن تكون هناك علاقات، ومن أجل أن تنمو هذه العلاقات نموا صحيحا وراقيا لا بد من وجود الاحترام المتبادل بين هذه المجموعات وبين هذه الأفراد وبين الشعوب. ولذلك في الحديث الوارد المأثور: أحبب لغيرك ما تحب لنفسك. وهذا يؤدي في نهاية المطاف إلى رقي هذه العلاقات وإلى رسوخها وإلى مزيد من الترابط بين أبناء المجتمع الواحد وبين أبناء الشعب الواحد وبين الشعوب على اختلاف انتماءاتها وارتباطاتها، لأن الاحترام المتبادل يوثق مثل هذه العلاقات، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه العلاقات المتبادلة يعني ترسخ هذا التعارف والتواصل بين المجتمعات. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، التقى هو العمل الصالح. ولا شك بأن الاحترام المتبادل هو من هذا العمل الصالح الذي يرسخ العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع والشعوب.